لافتتاح الندوه الجهويه لولايه الوسط ان مسابقه توظيف الاساتذه ستنظم نهايه شهر مارس المقبل، مشيره الى ان الوزاره الوصيه لا زالت تنتظر رد مديريه الوظيفه العمومي حول عدد المناصب المفتوحه للتوظيف وكذا الاختصاصات الجديده. في ميكروفون هاجر زليلف. احتراما على كل السلطات نستنى وننتظروا يعطيونا العدد وتكون انا غيتي باش نقدروا يعني معكم نقولوا يعني بدقة تخصصات اللي عندها الحق باش الحاملي شهادة الليسانس يكونوا متأكدين باش نمدوا على الأقل شهر ما بين تحديد الامتحان والوقت اللي غادي يجري مي نوز اوتيليزون لي ريزو سوسيو افيك لو فيسبوك بور انفورمي لونسومبل de ceux qui potentiellement seraient candidats au concours de recrutement. وبخصوص الدورة الاستدراكية الخاصة بكل تلميذ تحصل على معدل من 9 إلى 9.99 من 20، أكدت الوزيرة أنها تخص كل الأقسام ما عدا النهائية. Nous considérons que ceux qui sont proches de la moyenne, il faut leur donner une deuxième chance dans les matières pour lesquelles la note n'était pas bonne. Alors, ceux qui ont entre 9 et 9,99, nous allons organiser un examen de rattrapage qui sera organisé la fin juin. Toutes les années, sauf évidemment les années d'examen, puisque l'examen peut être considéré comme étant une occasion supplémentaire. وأضافت الوزيرة نوريا بن غبريط على تطبيق أقصى العقوبات على كل تلميذ حاول الغش في الامتحانات الرسمية وذلك بإقصائه لمدة 5 سنوات. يحاول يغش غادي يكون يعني انعكاس سلبي كبير جدا في حياته المدرسية، وقبل كل شيء طرد هاد السنة ما نعطيوش 3 سنوات، كنا نقولوا ما بين 3 و5 سنوات، هاد السنة غادي نروحوا لأقصى عقوبة وهي 5 سنوات. أحسن إذا تكون عنده صعوبة يرد الورقة بيضاء ولا يحاول باش يغش، خاصة إذا يستعمل الأجهزة الإلكترونية.